الطريقة العلمية لفتح الحوض How to do your spirit مالكم قال ايه هتفتحوا الحوض يعني تفتحوا ان شاء الله تمام؟ طيب طريقة النهاردة ان شاء الله جديدة جدا وهتفيدكم بنسبة 95% انكم تفتحوا الحوض اي حد بقى كبير صغير تخين رفيع ان شاء الله تمام؟ طيب النهاردة احنا هنعمل حلقة وصف بين ثلاث اشكال لفتح الحوض. الشكل الاول الشكل اللي ظهر قدامنا ده وطبعا ده معظم حال الناس اللي هما بيكون عندهم مرونة وليونة في الأوتار ضعيفة جدا. أما الشكل التاني اللي احنا شايفينه ده طبعا هنا ليونة ومرونة الأوتار أفضل من الشكل الأولاني. وعندنا طبعا الشكل التالت اللي هو الأقرب لفتح الحوض مسطرة بيحتاج طبعا مني إيه مجموعة تمارين معينة علشان إيه طبعا ده الشكل اللي معقد الناس بقى كله عاوز يفتح الحوض عاوز يفتح الحوض. طيب إن شاء الله كل مرحلة وكل شكل شفناه ليه تمارين معينة. يعني الشكل الأول والمرحلة الأولى لو أنت فيها لازم هتاخد مجموعه تمارين معينه توصلك للمرحله والشكل التاني شكله ده والشكل التاني المرحله التانيه ليها تمارين معينه علشان توصلك للمرحله التالته ونفس النظام المرحله التالته ليها تمارين عشان يوصلك انك تاخد ايه مسطره. حلو. يعني من المرحله الاولى للمرحله التانيه 6 ايام، المرحله التانيه من التالته 7 ايام، من التالته للاخير تاخد مسطره 7 ايام، يعني معاك 20 يوم. في 20 يوم ان شاء الله تقدر تفتح الحوض لو بس كل يوم اتمرنت نص ساعة. ربنا يوفقكم يا رب. نبدأ أول حاجة قبل ما أبدأ إن أنا أفتح الحوض خالص وأبدأ أخش في التمارين طبعا تمارين المرحلة الأولى للناس طبعا هم عندهم ها الشكل في ده. حلو؟ طيب هبدأ إن أنا أسخن رجلي وأنا بمشي جاي ها حرك شوط رجلي كده 1 2 3 4 5 6 7 بعدين هحرك رجلي حركه تمرينيه 1 2 وتسخينات بس مش اكتر 3 4 5 6 يعني كل الحركه من دول حوالي 10 مرات. طيب نبدا نخش ندخل في التمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول تمرين معايا هفتح رجلي هجيب اخر رجلي المرحله الاولى اهو اضم رجلي تمام. طب هعد حوالي 30 عده 1 2 3 بضغط من جوه جامد شايفين؟ اضغط جامد كده 5 6 7 8 9 10 حوالي 35 او 30 عدد تمام؟ طيب هذا تمرين اوكي فرق رجلي هو زي ما انا عامل خالص هجيب رجلي الشمال الاولانيه امسكها كده اجيبها في الاخر احط رجلي اهو واتاكد لازم اتاكد ان ركبتي هنا لامسه الارض من تحت. حلو وانا عامل كده في صدري فبدي قدامها اضغطها على رجلي بالشكل ده. حلو حوالي يا كابتن 50 عده لتحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممكن على فكره انك تطبق معاك التمرين دلوقتي. الرجل الثانية اهو زي الوضع الغيري اهو لو رجلك دي حاسة بتفلت منك كده حاول تمسكها كده دخلها اوكي واضغط ممكن اضغط ايه كده تمام حوالي برضه ايه 50 عدة لتحت تمام اوكي. طيب نيجي هنا بقى لتمرينين مهمين جدا جدا نستخدم هنا بقى ايه الطيور احفظوا دايما بالطيور. تمرين اول حاجة تمرين الفراشة طبعا تمرين الفراشة ده مهم جدا قوي قوي قوي. رجلي مقفولة اوكي؟ افتح كده اهو كده اهو ومع رجلي الاتنين على بعض ازق لجوه ادفع يعني ادفع اوكي؟ وانا ثابت اثبت هنا عشان في ناس رجلها بترفق لا ها حرك جوه تمام. طيب يا كابتن هفضل على الحركة دي قد ايه؟ يعني هقول مثلا سي لمدة 3 دقايق ممكن اقول في الوضع ده يعني اذكر ربنا كلام ديني سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله اكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله اكبر في سر بقى اوديك بتاخد حسنات ماشي. ده تمرين الفراشه طبعا احس هنا وجع في الاوتار وده وجع طبيعي جدا جدا اثناء التدريب طول ما انت بتتمرن صح ما تبقاش خالص. تاني تمرين بيسموه فروج ستاند تمرين الضفدع اوكي. تمرين طبعا الضفدع ده مهم جدا عشان التمرين يكون سهل معايا هقعد
على ركبتي كده اهوت، هفتح رجلي وانا بفتح خليك كده دي اهو، بص ركبتي خليها كده ورجلي هي كده واحد اتنين، افتح رجلي كده انت بس مجرد وركزت انت هتفتح الرجل اهو تاني افتح خليك ركبتي كده اهوت اهو. حلو التمرين ذات نفسه ده وانت واقفه وانت واقف اثناء الوقوف كده بتحس اصلا بوجع في الحوض. حلو اثناء وانا واقف كده بحاول اجيب احرك شايفين ورا قدام ورا قدام ورا قدام، هتحس ان الوجع رهيب، حاول تستحمل ورا قدام لمده مثلا كام؟ 3 دقائق ورا قدام ورا قدام ورا قدام. تمام؟ طيب تمرين تاني بقى ان شاء الله تحاول ايه مثلا نستخدم الحيطه الحائط. اوكي؟ حاطط عندي ارفع رجلين عادي جدا كده قوات رجلي تكون اركز قوي، لازم تكون رجلك مفروده مشدوده كده، ما تكونش رجلك متنيه وبالذات الرجل اللي تحت الاسفل بص اهو مفروده بالدرجه. طيب وانا كده هضغط بصدري ابص على رجلي هنا انظر هنا اوكي واضغط تحت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. مثلا هعمل مثلا لحد تحت ايه مثلا 50 ضغطة 50 ضغطة تحت. نفس النظام في الرجل الأخرى أهوت أفرد رجلي اليمين مشدودة جدا مفرودة وأضغط نفس النظام ايه 50 ايه حاول أعلي في آخر وقت حاول أعلي جامد 50 ايه ضغطة. أوكي طيب الوضع الآخر تكون رجلي جانبية جانبية كده جانبية كده مشدودة ايدي مضمومة احط ايه لجوه واحد اثنين حوالي 30 عدد ثلاثة أربعة أو لو مش قادر بس ممكن تبقى 20 خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنعمل نفس الوضع الرجل الأخرى هو جنب اهي ورا واحد اثنين ثلاثة ورا خمسة وهكذا. تمام؟ طيب كل تمرين أول ما تخلص التمرين لو حسيت بوجع أوي عملت مثلا بالضبط على الفراشة أو أي تمرين جامد بعد ما تحس بوجع في العضلة وأنت بتقوم من التمرين حسيت بوجع جامد حاول إن أنا أعمل إيه؟ أعمل رجل. تمام؟ كده بيقلل من نسبة الوجع. أوكي؟ طيب يا شباب كل اللي مطلوب منك بس كل يوم تمرين نص ساعة فقط إن شاء الله في خلال 6 أيام أعرف أوصل لتاني مرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرحلة الثانية في الطريقة العلمية لفتح الحوض. زي ما قلنا يا شباب خدنا في المرحلة الأولى اللي الناس بتكون ده شكل الحوض بتاعها في البداية تمام؟ أما الناس بقى اللي هي في المرحلة الثانية أوكي اللي هو الشكل ده عايزين طبعا ناخد مجموعه تمارين عشان نوصل للمرحله الثالثه اللي هو عليه شكل الشكل ده دي المرحله. تمام؟ طيب زي ما قلنا يا شباب كل يوم بس لو كل يوم نص ساعه تمرين مجموعه التمارين دي ان شاء الله في خلال 7 ايام توصلنا للمرحله الثالثه. 7 ايام تاني توصلنا للمرحله الاخيره في الحوض يبقى زي ما قلنا المجموع كله هنكون في 20 يوم فتحنا الحوض فقط. تمام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلنا المجموعه دايما ان انا ابدا بتسخينات. حلو؟ ها قبل ما ابدا التمرين خالص ها حرك رجلي كذا ها وضع رجلي اركب رجلي كذا ها بحس ان رجلي ايه؟ سافر ممكن ايه؟ اسخن ايه؟ رجلي. حلو نيجي بقى الناس اللي هي في هذه المرحله في المرحله دي الناس اللي عندها الحوض لحد فين؟ لحد كده او كده اهو نبدا ناخد بقى مجموعة تمارين عشان نوصل للمرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول تمرين هعمله رجلي هي كده رجلي تمام؟ أخد رجلي من الجنب ورجلي لقدام كده أفتح أجيب آخر رجلي أحاول تجيب آخر رجلي حلو؟ وشي فين؟ جسمي اتجاه رجلي اضغط مثلا اعد اضغط مثلا حوالي كام 30 ضغط واحد اثنين
وش كده 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. هبدل الجنب الاخر الجنب الاخر اهو. افتح اخر سنزون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نفس النظام. ها ممكن طبعا طريقه ناس تمام. طيب التمرين الثالث احفظ كده كده اهو. وسع وانا كده ممكن اضغط من تحت 1 2 3 4. لو حاسس انك مش قادر ممكن تعمل اضغط كده ايدي في الارض واضغط اضغط من الاجزاء دي تمام. اهو اضغط ها اضغط الحركه دي ايه ضغط حلو. طيب تمرين تاني هاجي هنزل تحت هنزل تحت كده اهو شايفين مشت رجلي وعلى الكعب والرجل دي كده تمام. هبدل الجانب التاني ها اهو اطلع كده بس لاحظ لما بدل على الجانب الاخر بضغط من هنا بقوه بضغط كده بقوه. بصوا كده بتبص اهو اضغط وهنا تكون مفروضه كلها رجلك. في ناس تبني كده لا افرد اروح مش بخفيه كده بتقلع الوتر اهو اهو اضغط اضغط شويه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عشان بدل ما اضغط ها حوالي مثلا 25 ضغط كله جاب وزن جاب 25 ضغط كده ايه بقى ورا بعض اسرع اهو 1 2 اسرع شغال عد حوالي 50 1 2 3 اطلع كده وانزل اطلع انزل اطلع انزل لما غدا اضغط لورا مش قدام كده لا لورا كده احمد وحوش وحوش تمام 25 ضغط كل جزء كده 25 الجزء ده هنا 25 بعد كده ايه 1 2 3 4 لحد ايه 50 ضغط تمام. بعدين تبدأ تاني اهوت هعمل كده اضم رجلي كده ودي اخد اثبت كده لمده مثلا دقيقتين الجنب التاني زياده اهو بصوا اهو بصوا بقى الجنب يعني بقى دي واقفه دي مفروضه تمام. طيب تمرين تاني رجلي وانا كده ايدي ها اضرب جوه كده 1 2 3 وانا هنا بقى اهو انزل واضرب كده ها 1 50 ضرب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 ايه مره ماشي يا شباب. طيب احنا كنا في المرحله الثانيه ايه لحد زي ما قلنا هنا. طيب ابدا ان انا ايه اعمل ايه كده انا كده مثلا واخد الحب بتاعي هنا مثلا من المرحله الثانيه وانا كده بقى اثبت ايدي عشان اوصل للمرحله بقى اثبت ايدي وانا مثبت ايدي كده بصوا اعمل رجلي ازاي بالجنب ارفع كده الكعب كده بصوا ارفع الصابع ده والصابع ده ها بصوا كده اهو بحاول اثبت اقاوم استحمل وجع لو هتعرف تعمل 30 ثانيه شفتوا كده وصلت ايه؟ وصلت المرحله الثانيه تمام؟ يبقى شباب مجموعه التمارين دي ان شاء الله للمرحله الثانيه عشان توصل للمرحله الثالثه لو استفدنا نعمل اشتراك للقناه طبعا نتابع بعدها تمرين المرحله الثالثه بقى اللي بتوصلني
لفتح الحوض. ربنا يوفقكم يا رب. نتابع المرحله الثالثه اللينك دوت. السلام عليكم. النهارده يا شباب المرحله بقى الثالثه، طبعا المرحله الثالثه فتح حوض اللي هو الشكل ده، يعني الناس اللي بتجيب حوضها لحد فين؟ لحد هنا، تمام؟ وعايزين يفتحوا الحوض بتاعهم ايه؟ ها؟ مسطرة. طيب زي ما قلنا يا شباب ان الحوض بتاعنا ملوش علاقه بالعمر ولا السن ولا الجسم، الحوض ليه علاقه بالاوتار. والوتر بتاعك اثناء الحوض بيحصل له عمليه ايه؟ تمدد. هو ما بيكونش مد زي كده، هو بيكون مفروض عادي اوكي، بس ممكنش اثناء التدريب حلو بيتمدد، لكنه مثلا عامل كده بيجي ايه؟ بيتفتح كده معاك. اوكي؟ فانا المفروض ان انا اقاوم الوجع، تمام؟ وفي نفس الوقت ما اكونش موجوع جامد جدا جدا جدا، حلو؟ وافضل اكمل. عشان كده احنا قلنا ايه؟ نلعب مده معينه، في تمرين مثلا نلعبه 30 مره، في تمرين نلعبه 3 دقايق وهكذا. طيب المرحلة الأخيرة بتتطلب منك إن أنا بقى بتحدى نفسي، زي ما قلنا طول ما أنا بستخدم التمارين صح إن شاء الله أفضل حوض بدون أي أضرار. طيب وأنت في المرحلة دي هي طبعاً أكتر مرحلة بيكون فيها وجع، إيه اللي بتطلب مني يا كابتن؟ طلب مني أول حاجة من المرحلة ذات نفسها اللي أنا فيها دي، أول حاجة أعملها هضم إيدي كده، هضم إيدي كده أهو شايفين؟ وأفضل ثابت كده، أفضل ثابت. وانت ثابت حاول جسمك ما يعني ما تقفش على ايدك كده جامد، لا بس ريح نفسك، ريح نفسك، حاول تريح كده، وقف كعب رجلك شايفين، وقف كعب رجلك وريح نفسك. هتحس طبعا بوجع هنا وهنا، تمام؟ انت ادي لنفسك مثلا ايه؟ ليميت معين، يعني انا مثلا هو اخري اهو ده اخري مثلا، وانا كده عامل ها 30 مثلا ثانيه، حلو؟ الوقفه دي سيب، بص ايدك سيبها لتحت، شايف ايدك؟ ها؟ اتني، لما اتني ايدك هتحس بضغط هنا وهنا، تمام؟ هنا وهنا. حلو، ابدا العب هنا 30 ثانيه في 30 ثانيه في 30 ثانيه، مجموعه عندي. حلو؟ طيب تمرين تاني هعمل ايه؟ هجيب قدامي شفتوه؟ دي قدام، اسيب رجلي تفتح اهو، ها بس ايدك شويه احس انك هتقع، اسيب رجلي تفتح ها اهو، احس بوجع اشد، احاول اثبت اهو، احاول اثبت عليك، هات نفسك ما تجيبش نفسك ورا، لا هات خليك من قدام كده، من قدام زي ما انا عايز، هسيب بوجع ها، سيب نفسك كده، شوف انا كنت عامل لو حسيت بروح ان وجع كان اقعد كده شايفين، اقعد كده بقى وانت قاعد كده يا معلم، بص بص الحركه بايدي كده، امشي قدام كده، بص امشي كده ارجع، بص صدرك ارميه كده تحت، بص تحت العب ضغط كده، بص ضغط ها، لما العب ضغط كده كتير احس بوجع هنا وهنا اهو شغال ها، شايف ايدك بتفتح اهو ماشي، يعني حوالي مثلا 50 عده، عد 50 ايه مره، تمام تمام. طيب من التمارين برضو المهمه جدا اللي هي برضو ان شاء الله تخليني افتح حوض، هعمل كده وقعت اهو شايفين هنا؟ شايفين الجزء ده؟ الجزء ده هضغط بيه تحت، ركزوا معايا لازم افتح لبرا، بص العب ضغط كده ها، هو هو ده بقى الطريقه الاخيره اللي انا كنت باخد، شايفين ده؟ بص قوم كده ها، قوم ضغط وهكذا ها، وهكذا اضغط اضغط شايفين؟ اضغط كده، بص بص ازاي؟ كده لورا كده ها لورا ها، اثنين ثلاثة أربعة، حسيت بوجع هنا؟ سيب نفسك، أول ما تحس بوجع هنا حرك رجلك كده، حرك رجلك حلو؟ حرك رجلك
هرجع للتمرين تاني. اهو ماشي. اضغط 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 اضغط. تمام. طيب لو في وجع شديد جدا في الاوتار، وجع شديد جدا، اريح نفسي شويه، اقوم حلو، اقوم اعمل كده اهوت، ابدا من ده وروح للاوتار لو في وجع شديد. ماشي. ها انفر كده الوتر بتاعي. طيب هنا بقى رجلي على الكعب اهو، رجلي الثانيه على الكعب. الوضع ده ايزي كده اهو. بص 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 ازاي، بص صوابعي اهو، تاني اهو على الكعب كده، الكعب كده. ها حط كل ده شايفين ده كده. ازبط حوالي 20 ثانية 15 على حسب قوة استحمالك. اهو ثلاث ثانية كده، يعني قربت من الخط، يعني كده احنا قربنا. في الوضع ده احاول ان انا اثبت شويه اكتر، احاول ان اثبت اثبت جامد في الوضع ده، اثبت شويه اكتر. ها اثبت شويه اكتر. ماشي. طيب انت في المرحله الاخيره بقى دي تحتاج ايه؟ تحتاج ثبات، ثبات كتير قوي في الحركه، وبتحتاج ضغط اضغط، ثبات وضغط. تمام. طيب هستخدم التمرين ده. بص بص بقى، افتح كده زي التوب. بص تاني كنت عامل كده، يجي قدام افتح اهو، بصوا واعمل كده، عامل جدا شايفين؟ اهو اثبت كده كتير، دول دعوة بيهم. تمام. طيب مع الاستمرار مرونتك وليونتك هتزيد. بصوا بقى، بصوا بقى رجلي، بصوا 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 التمرين ده، هنا على ركبتي، هنا على ركبتي قاعد على رجلي، وهنا على كعبي، اسيب كده قدام اهو اهو وارجع دي وارجع دي اهو. بصوا وانزل كده واخدين بالكم اهو، واخدين بالكم كده، اضغط حوالي 30 ضغط نفس الوضع ده في الرجل الثانيه. شايفين كنت قاعد ازاي؟ نفس النظام اهو، هقعد كده. مهم جدا انت بين ده وهفرد اهو اهو واضغط، شايفين؟ جد بشكل تمام. لو في اوجاع نريح رجلي. نيجي بقى للمرحله الاخيره مع قصر التمرين ان شاء الله، اللي استمريت على الاوضاع دي في 7 ايام ان شاء الله ممكن تروح نقول ايه؟ مسرح رجلي بقى اهوت، ها اهي كعب تاني زيها اهوت، ابدا افتح 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 افتح، والتاني اهو الخط الخط اهو اضغط وانا كده هنا. هنا بقى ضغط، ده اهم حاجه في الجزء ده. بصوا ضغط ضغط، اضغط 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 اهو اهو. هنا يبدا الخط ايه؟ يفتح معاك مسطرة، والله صدقوني مع قصر التدريب ان شاء الله هنفتح. تمام. الخط بتاعي حلو، وابدا بقى اتمرن ايه عليه كتير عشان ما يقفلش مني. تمام اهو، واضغط كده لو نزلت كده بين الرابط ده يا باشا. تمام. طب ده الحوض الاول، نفس الطريقه لما نطلع الحوض مسطره ان شاء الله كتير، ممكن اعكس وضع رجلي، اخلي رجلي كده
بس ده اخر خط، اهم حاجه ده تكون فتحت بقى الكعب. بعدين ممكن تغوض ايه رجلك كده اهوت اهو. واخدين بالكم اهي رجلي نفس النظام. ضغط ضغط اهو. تمام. ماشي بقى، كل اللي احنا محتاجينه تدريب يومي من المرحله الاولى لحد المرحله الثالثه. الحوض بيحتاج معاك يعني من المرحله الثالثه كل الحوض 20 يوم، المرحله الثالثه لوحدها 7 ايام لفتره الحوض، من المرحله الثانيه للثالثه 7 ايام، من المرحله الاولى للثانيه 6 ايام فقط. بارككم التوفيق، اتمرن دايما، شرحنا كده دايما كل تدريبات فتح الحوض. الاستمرار هو اللي هيخليك تفتح الحوض باذن الله، ما تستسلمش ابدا للوجع، استمر استمر.